لم يجد الأمين العام للأمم المتحدة سبيلاً إلا التراجع عما أدلى به في الساعات الماضية بشأن تفجيرات دمشق وترجيح وقوف تنظيم القاعدة وراءها. بان كي مون لم يناقض كلامه وإنما حاول تبريره، مشيراً إلى أن حجم وتعقيد التفجيرين دفعاه لذلك الاعتقاد، ودعا بان كي مون مجدداً إلى وقف العنف فوراً في سوريا. تبرير بان كي مون لكلامه لقاه الناطق باسم الأمين العام مارتن السيريكي الذي أوضح لاحقا أن الأمم المتحدة لا تملك دليلا ملموسا وقاطعا في الوقت الحاضر على أن القاعدة تقف وراء تنفيذ هجمات في سوريا. وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة في سوريا، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي انتقادا لاذعا للشكوى التي كان قد تقدم بها بشار الجعفري، زاعما أن شمال لبنان قد أصبح مرتعا للإرهابيين ومصدرا لتهريب السلاح ودعم المعارضين في سوريا بغية تقويض خطة أنان. وقال ميقاتي في بيان إن الكلام الذي صدر عن المندوب السوري يعتبر تأجيجا للخلافات بين البلدين. أما على الأرض واستكمالا لمهمة المراقبين الدوليين، فقد وصل إلى دمشق مساء أمس نائب كوفي أنان جان ماري جينو ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام هيرفييلا دوسو، وأوضح أن الانتشار السريع للمراقبين ليس هدفا بحد ذاته، إنما الهدف هو تنفيذ خطة أنان وخلق الأجواء لحوار سياسي حسب قوله. We have been deploying the United Nations Supervision Mission. لقد تم نشر بعثة الأمم المتحدة، وأنا يجب أن أثني على جنرال روبرت وفريق عمله لتحقيق هذا الانتشار السريع. وذلك بالطبع ليس هدفنا، فهذه البعثة من المفترض أن تساعد في دعم خطة كوفي أنان المكونة من 6 نقاط، خاصة التحقق من وقف العنف من خلال التعاون مع جميع المعنيين وخلق الأجواء لحوار سياسي. حل سياسي دعت إليه كذلك مجموعة الثمانية المنعقدة في كامب ديفيد في الولايات المتحدة، والتي أكد قادتها ضرورة الانتقال السياسي للسلطة في سوريا. أما روسيا التي أكدت استمرارها في الدفاع عن موقفها في هذه القمة أيضا، فلم تستبعد انتقالا سياسيا، لكنها لم توضح تفاصيله بعد.